مساء الخير. انا النهارده بناشد الهيئه العامه للمرور واداره الطرق والكباري بتوحيد الالوان بتاعه الارصفه، لان هي مهمه جدا 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 في الطريق. الالوان بتاعه الرصيف الاصفر والاسود معناه ايه، والرصيف الابيض والاسود معناه ايه، والرصيف الاحمر والابيض معناه ايه، والرصيف الاصفر البرتقاني دوت مع الابيض ده معناه ايه. ياريت يكون في تواصل مع المقاولين وهم بيعملوا الطرق وبيهندسوا الفينش بتاع طلعة الكوبري ونزلة الكوبري والصواني والمداخل والمخارج والمحاور بتاعت الطريق، لان الناس مش فاهمة. الناس بتيجي تقف في اي اماكن وخلاص، هي مش فاهمة. ياريت المنظومة دي اصلا موجودة بس محدش متطرق ليها، محدش فاهمها. الاصفر والاسود لما يكون موجود بالشكل دوت في صينية او على مدخل او على مخرج او على تقاطع، ده ممنوع انك تقف فيه، لانه هو المنطقة دي خطر، ممنوع تواجد فيها اي عربية انها تقف. فلما احنا هنوحد الالوان ديت في الاماكن المخصصة ليها، انا كمستخدم سيارة وهمشي فيها في منطقة غريبة، فخلاص فهمت ان المنطقة دي ممنوع ان انا اقف فيها. لان بعض الناس تخش الشوارع تلاقي الشارع تيجي تعمل يوتيرن منه مقفول، هو واقف وحاطط العربيات بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده كده. طب تلف منين؟ هو ما عندوش الثقافه دي. فالحكومه لما تصرف ان هو ما ينفعش يقف هنا في المكان دوت لان هتدفع مخالفه، هو مش هيقف، وهو مش هيتشبث بالراي بتاعه وهيقف في المكان ده، عارف ان هتبقى فيه غرامه موجوده في قلب الحته دي، فمش هيقف، لان اللون ده حدد له الاصفر والاسود ممنوع انك تقف عليه، يبقى ممنوع انك تقف عليه. والاسود والابيض ده مسموح لك ان انت تقف، فاي مكان هتشوفه اسود وابيض في الرصيف اقف عليه، مفيش مشكله خالص، لان مسموح لك انك تقف فيه. ما لقيتش مكان، دور على مكان تاني شبيه بيه اسود وابيض، ده المكان المتاح لك في اداره المرور مخصصاه انك تقف فيه. لان برضو السياس بياخدوا المواقف اللي زي كده وبياخدوا الارصفة اللي زي كده ووقفوا عليها الناس بعشوائية وياخدوا منهم فلوس ويمشي، يجي الونش بعد شوية يقوم يكلبش العربية ويقول له ده السياس كان موقفني. لا يا فندم، فيش الكلام دوت، ان المفروض ان المكان ده هيبقى متحدد للناس انها تقف فيه. وبالنسبة للميكروباص اللي هو على جنب يسطف، اول لما مش لاقي حد ليك في الشمال جالك من اليمين وقطع عليك الطريق عشان يقف ووقف عشان يركب الناس اللي في الارض، ده ما ينفعش طبعا يا فندم. المفروض اللون بتاعه اللي هو موجود عليه اللي هو الاصفر والابيض، ان النقطة دي المكان اللي هو بتاع الباص ان هو هياخد فيها ناس. فحضرتك كواحد عاوز تركب ميكروباص او هتركب مواصلة، هتروح عند اللون ده اللي هو موجود وتقف عنده، الباص هيجي يقف عندك وياخد تتحدك تركب او ينزل حد. مفيش حاجة اسمها على جنب ياسطة دي ويقف بالطريقة دي العشوائية. اللون الاحمر والابيض ده اللي هو اللي مفروض اللي هو منطقة توقف مؤقتة لخطر ما حصل. ممكن تكون جايلك مكالمة طارئة وانت عايز تاخدها، من حقك انك تقف، بس ما تسيبش العربية تبقى جوه منها، تكلم مكالمتك وتمشي. ممكن تكون في مشكلة في قلب العربية مؤقتة، تحلها وتمشي. اللون الاحمر والابيض اللي هو الوقوف المؤقت لإمرجنسي ما يزيدش عن 10 ربع ساعة، تمام؟ الطابة اللي هي اللي موجودة في النص مع الخط اللي هو الطويل اللي هو ممنوع التخطي او ممنوع انك تخش في المكان ده، دي اسمها طابة طوارئ. مش شرط ان الحكومة تعملها رصيف عشان خاطر يفصل ما بين الاتنين. انا كمستخدم عربية لازم افهم ان الخط الطويل دوت والطابة اللي موجودة دي مش عشان حضرتك تيجي تاخد منها غرزة وتمشي، لا، دي معمولة طابة للطوارئ. لا قدر الله واحد عربيته بتعطل او هتعطل او هتقف او سخنت او فيها اي مشكلة، من حقه ان يقف في الطابة دي في قلب النص. والخط الابيض الطويل دوت معناه ان حضرتك ممنوع انك تخش عليه لان دي منطقة خطرة. الخط الابيض ده بيعتبر اكنه زي جزيرة موجودة، زي اكنه خرسانة محطوطة، بس هم مش الحكومة هتفضل تعمل الخرسانة دي لانها هتعمل مشاكل اكتر، ممكن واحد يخبط بيها تعمل حوادث. فانا كواحد مستخدم عربيه لازم أن اكون فاهم الخطوط دي بتقول ايه وعاوزه تقول ايه. فياريت الثقافه دي احنا كمستخدمين سيارات ان احنا نفهمها ونتعلمها ونعرف الخطوط دي كل خط بيقول ايه. وياريت المقاولين لما بيكون بينفذوا الاعمال الطرق والكباري يفهموا مطلع الكوبري ايه ومنزل الكوبري ايه والالوان اللي هي المفروض تتحط عليها. مش مسموح لاي ميكروباص ان يقف على مطلع كوبري ولا على منزل كوبري، فلازم اللون اللي يكون موجود الاصفر والاسود ده ممنوع، هو يفهم ان هو ممنوع. والمنزل اللي هيكون للناس هيبقى محطوط في الاسود والابيض،
اللي هو يركن فيه، والمنزل التاني اللي هو هيبقى نقف فيه البوينت بتاع الميكروباص اللي هو الاصفر والابيض، ده الاماكن المتاحه اللي هو يتعامل بيها على الطرق. فياريت الثقافه دي تتعمم واحنا نقدر نستخدمها ونفهمها، هنريح وهنستريح. اشكركم جزيلا.